طبعا ريكاب للمشاهدين، الجيم احنا اسرع 15 سائق من يوم الاحد، هلا 15 سائق تصفوا الى 4 سائق. فواز هيك بس بشكل سريع يعني ريكاب من ايش شفنا من اليوم الاول. يعني احنا الشباب اوريدي بلشت بالكواليفاينج الاول، بلشت هلا، بس خلينا نعمل ريكاب سريع ونعطي المشاهدين بس بريك داون عن كيف التأجيلات. كانت جوله جدا، خلينا نحكي قبل كم من يوم كان مليان في الاكشن. خضنا 4 جولات اذا اهليه. الجوله الاولى زي ما اتفقنا كانت الاقوى بالنسبه للارقام، والجوله الاخيره كانت خلينا نحكي اكثر حماسيه. عرفت، والحلو بالموضوع كمان انه كان في ضمن هاي الجولات مشاركه نسويه، لكن للاسف ما حالف الحظ، مع انه كان في تقدم واضح في منتصف السباق، بعدين صار معاها حادث اضطرت ترجع للمركز السابع. بشكل عام الارقام جدا متقاربه من بعض. السياره اللي عم بيستخدمها سياره مميزه برضه، هي الاس اف ار، سياره تبع تويوتا بالضبط. بصراحه 100% حكيك فواز، كل البيلد اب من اليوم الاول هلا عم بصب في اليوم الثاني. حتى كنا مع هلا مع الشباب على زوم، التوتر موجود، السسبنس موجود، كل حد عارف يعني يعرف الحلبة اللي جاي وشو راح تساوي، على اي حلبة راح تساوي. عشان نعطي هيك ريكاب سريع على مشاهدينا على تقسيمة البطولة، زي ما حكينا يوم الأول طلعنا من 50 متسابق 15 متسابق. باليوم هذا تبعنا اليوم راح يكون في 3 جولات تأهيلية. أول جولة تأهيلية اللي هي شغالة هلا على رود أتلانتا ميشن ريسوي جراند توريزمو 7. الجولات اللي بعديهم ما راح نعرف شو هم إلا ما يخلص هاي إلا ما يخلص تأهيلات الجولة. هذا الإشي الحلو في الموضوع، يعني زي ما هم هلا شايفين على الشاشة مشاهدينا، من ال 15 من الجولة الأولى راح تصفوا ل 11، بيدخلوا على الجولة الثانية، من الجولة الثانية راح تصفوا ل 7 متسابقين، والجولة الأخيرة راح يبين عنا الأربع متسابقين اللي هم راح يعني يسابقوا باسم فريق ديزرت فوكس ريسينج ب 24 أورز كارتينج تشالنج بالإمارات. هلا لما حكينا إنه المتسابقين ما بيعرفوا الحلبات، هم بالفعل ما بيعرفوا الحلبات، صح، بس بيعرف إنه في 5 حلبات وثلاثة منهم راح يستخدموا في اليوم، راح يكون معهم 5 دقائق طبعا قبل ما تبلش الجولة التأهيلية تبعتهم ليتمرنوا عليها 100%. هلا الخمس حلبات، كيف نعرف الخمس حلبات او الحلبة راح تستخدم؟ زي ما كان بالدرايفرز بريفينج، كان الدرايفرز بريفينج اخرته كان في عندنا زي راندوم جنريتر او روليت، تكبس الكبسة وبتشوف شو الحلبة بتطلع لك. طلعتنا أول حلبة رود أتلانتا ميشلن ريسوي. خلينا هلأ ندخل على التأهيل، ما ضل غير تقريبا 3 دقائق من التراك. شوف طول التراك عم نحكي احنا عن 4 كيلومتر وفيها 12 لفة. مشهورة على أرض الواقع هاي الحلبة بسباقات، أو عفوا بسباق بتيت ليمو يس، اللي مدته 10 ساعات. السيارات اللي بتشارك فيه الـ MP2 والـ GTE، اليوم احنا عم نشارك فيه على متن الـ تويوتا SFR. عم نشوف أسرع زمن لهلا محققه هو غيث أبو طاعة، دقيقة و23 صحيح ثانية. عم نشوف قديش الأرقام مرة ثانية في متقاربة من بعض. بتخيل له دور بطول الحلبة وبعدد اللفات، وبرضه قدرات السيارة صارت شبه واضحة للشباب بعد ما استخدموها أول امبارح. فواز، حلبة رود أتلانتا مش ريسوي بصراحة في بتتميز بش يعني شغلتين. أو شغل الأول هي إذا نطلع، أو هاي صورة حلوة، إذا بتشوف السكتر الأول كله لفات عالية ما بتشوفها بالضبط، فبدك تعرف وين إمتى التيرنينج بوينت تبعت، إمتى بدك تسوي البريكينج تبعت قبل ما تشوف اللفة، أو حتى أنت بتسوي البريكينج والتيرن أنت بعتك على الدخلة وأنت لسه مش شايفها. وفيها الكومبينيشن من اللفات اليمين بشمال نزول مزبوط. بعدين عندك الإنكلاين. بصراحة يعني حلبة من حلبات الجد جميلين، وبنفس الوقت مش طويلة. حلبة عم تاخد تقريبا متسابقين دقيقة أو 23 دقيقة أو 24، فبتعطيهم يعني فرصة جيدة إنهم يحطوا لفات بكثرة. إذا غلطت بلفة عادي معاك يعني وقت تسوي كمان لفة. هم باللفة العاشرة وحاليا الوقت 13 دقيقة و 30 ثانية صار بالضبط، فإنه عم نشوف هذا الحكي 100% مزبوط.
حتى عم نطلع طلع قديش الارقام السيارات قريبه من بعض فرق الزمان قديه متقارب. يعني امبارح فواز باحدى الجروبس كان بين اسرع واحد او اول جروب اسرع واحد وابطا واحد الفرق بيناتهم دقيقه و8 اعشار ثاني و8 اعشار صح. فمن 13 متسابق الفرق ثاني و8 اعشار. هلا هون بالجروب اللي هم بنعتبرهم الجروب السريع بالفعل راح نشوف الفروقات اقل واقل. غيث ابو طاعه هلا في المركز الاول، تبادل المراكز هو وسيم ابو خليل، وحاليا غيث تمركز في المركز الاول بفارق بجزئين من الثانيه. وسيم ابو خليل احنا اون بورد تقريبا معه، خلينا ناخذكم لفه على اللفات العمياء اللي احنا بنحكي عنها. هلا بتروح شمال بعدين في عندك بريكنج، وهاي اللفه اللي بنحكي انه مثلا ما بتشوفها لما تسوي تيرن، هاي بدها انتباه عالي بدها ردة فعل عالي. وهيها هذا البارت اللي نزول فواز كله كومبينيشن لفات سريعه بالضبط، والبريكنج هون على الكيرب بدك تحاول تضلك من ضمن التراك ليميتس. وسيم يعني رايح فلات اوت، بحسن وقته تقريبا جزئين من الثانيه كثير بيقرب على وقت، وعم تشوف 0.5 سكند. شفنا ليه اخذ بنالتي بالضبط، اخذ تراك ليميت يعني بالذات بالاكزت تبعت الكورنر هذيك فواز، بدك تكون حذر جدا على التراك ليميت بالضبط. بتقدر زي ما حكينا بتقدر تطلع تستخدم الكورن بشكل شبه بس كامل، بس يضل عجل بدك يكون عجل واحد على التراك. واصف الخروسي بالمركز الثالث، فرق بينه وبين وسيم ابو خليل برضه 20.5. فيصل يافع بالمركز الرابع، الفرق بينه وبين واصف الخروسي أقل من جزء. رامي عزام من الأردن، الفرق بينه وبين خالد اليافعي برضه أقل من جزء. فواز الدشتي فرق بينه وبين رامي عزام 4 أجزاء ثانية. عم تشوف هون عم بحلق هون إيش عم يصير. شورت كات بس. أوكي شورت كات يعني ممتاز. البنالتي دقيقة دقيقة ونص. يعني هي عرض الواقع يمكن تزبط بس بالحلبات ما رح تزبط. لا لا مش رح تزبط أبدا. ما رح يمرقوها. أوف عم تشوف عبد الرحمن الوهيبي كأنه بحسن وقته نوعا ما، وبالفعل الكواليفاينج هيك انتهى فواز. عم نخلص نشوف إذا باقي الأيوة باقي المتسابقين خلصوا، بالفعل خلصوا، هاي هي الفاينل ريزلتس من كيو 1. هلا يعني من التأهيلات الأولى رح نصفي 4 متسابقين، يعني المتسابقين اللي في البوتوم البوتوم فور درايفرز اللي هم موجودين عندنا على الشاشه راح ما راح يكملوا معنا، راح نودعهم نقول لهم مع السلامه فرصه تصفيه سوبر ستار. يعني للاسف الحظ ما حلفهم ف مش مشكله، بس يعني كانت مشاركه جدا رائعه، ويعني بنقدر نحكي انه الجائزه اللي هي لا تعتبر بس جائزه، هي المرحله الثانيه او صحيح من هاي البطوله. ان شاء الله السنه الجاي بتجيهم الفرصه اللي يكونوا من ضمن المراكز الاولى راح يقدروا يشاركوا بهاي البطوله القويه جدا صراحه. الشكل راح نصير نسويها على شكل سنوي يا فوز، او ربع سنوي ما في مين بيسوي لك 24 اورز كل ربع، نكملها هون يجوا على الارض. طيب هذه هي تاهيلات الجوله الاولى. راح نعمل راح نطلع الراندوم جنريتر على الشاشه نفرجيكم بزم. شو هي راح تكون الحلبة اللي وراها، فخليكم معنا خلينا نطلع لكم الراندومايزر او الراندوم جنريتر او الرولت اللي سموها بدكم تسموها، وراح نعرف مع بعض شو الحلبة اللي جاية. كت مانجو احنا امتى راح نطلعها؟ هيها. طيب هاي هي الراندوم جنريتر اللي الكل متوتر منها فواز، يعني الشباب بتشوف رياكشنات هاي على الشاشه. بعدين انت كنت شايفها قبل شوي 5 لفات، عفوا 5 حلبات، هلا عم بتشوف 4 حلبات، يعني هاي لحالها موتر انه في حلبه اختفت 100% انه ايش في يعني. طيب يلا اتوقع الشباب جاهزين ومتحمسين ليعرفوا شو الحلبه الثانيه. خلينا ايش بتتخيل ممكن تكون؟ انا حاب اشوف لاجونا سكن. انا كمان بصراحه. ف خلينا نبلش الروليت 3 2 1، وبلش الروليت وراح نشوف وين راح توقف، وراح توقف عند لاجونا سيكا. وذر تك لاجونا سيكا. اوه
هذه لا 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 براندز هاتش براندز هاتش براندز هاتش على الحفه براندز هاتش الحلبه الانجليزيه الشهيره فواز واو طلع كيف الشباب بلشت تحمست ان لقونا سكه بعدين شافوا براندز هاتش صار في توتر هون بالضبط طيب هذه هي الحلبه القادمه حلبه براندز هاتش راح نخلي الشباب تتجهز راح نطلع فاصل صغير وراح نرجع لكم ما راح نطول عليكم للأسف أنا متسابقين ما رح كملوا معنا الكواليفاينج سيشن هذا عملنا الرولت فكرناها لقونا سكة كانت جدا حماسية طلعت براندز هاتش هيك كنت رح أحقق أمنياتي يعني. بس رح تطلع أنا عندي حاسس في انرجي هيك تحكي إنه رح تطلع لقونا سكة أنا حاب إنها تطلع بس بعد هذا اللي شفناه هلا صار عندي إحساس إنها رح الحلبات اللي ما رح تشارك بس الحلبة معنا شوي يعني مش بالعادي احنا نستعملها انا حاسها ضيقه شوي يس يعني هي على الشاشه الحلبه اكيد زي ما حكينا خمس دقائق بس كان معهم الشباب يتدربوا بعد ندخل على 15 minutes qualifying session الاطارات راح تكون ريسينج هارد والحلبه براندز هاتش هلا براندز هاتش بشكل عام فواز حلبه شهيره بصير عليها العديد من الاكتيفيتيز وحتى باللعبه مشهوره لانه برضه من ضمن لعبة جراند توريزمو بيجي عليها ميشنز وليجز لازم تعملها على هاي التراك والصراحة من الحلبات الضيقة إذا بتنتبه عليها تيرن 1 نزولا لتيرن 2 بتكون ضيقة بتكون ماخذ خط التسابق الصحيح عشان تقدر تكملها فلات اوت لتيرن 2 100% بعديها كلها سويبينج ليفت ورايت سريعين بس الحلبة بشكل عام نوعا ما ضيقة فالشباب بتحسب حسابها لما تيجي تحاول تتجاوز من سيارات تانيين يكونوا عارفين شو اللي عم بيصير معهم او شو الحلبة هلأ بالجولة الاولى شفنا غايث ابطاعة بالمركز الاول ووسيم ابو خليل بالمركز الثاني بالضبط راح نشوف هذا الاشي هلأ هون فواز يعني حنشوف هاي الصراع بين المركز الاول والثاني وكان في بالمركز الثالث على ما اعتقد واصف خروسي شوف ورامي عزام اللي انا شفته من التريننج راح يكون في صراع انه يضلهم جوا التراك اكيد انه يضلهم جوا التراك لانه شفنا هلا باخر البراكتس الشباب تحمس شوي بلشوا يروحوا اوف تراك فاحنا خليهم بس نشوف هلا شو الاوقات اللي طيب هلا هي خلص الشباب الاوبننج لاب تبعتهم عم تشوف وسيم ابو خليل وغيث ابو طاع عم راح يقطعوا الستارت فينيش لاين طبعا وسيم عم بحاول يستفيد من الستيب ستريمينج اللي جاي من سيارة غيث خلينا نشوف ايش اوقاتهم غيث راح يحط لنا دقيقة او 29 و 8 او 9 اجزاء من الثاني وسيم ابو خليل اسرع بجزء بالضبط واو فبتخيل هلا غيث يمكن يمرق وسيم ابو خليل وهو عم نشوف وسيم ابو خليل شوي انزلاق منه خلينا نطلع مع وسيم راح نطلع اون بورد مع وسيم شو عم بيصير معه شوف فواز طالما وسيم قريب من غيث وغيث عم بيكون قادر يحط اوقات سريعه والبيس تبعه جيد بقدر وسيم يضل وين ما هو ويستفيد من السب ستريمينج ويكون اسرع من غيث بجزء جزئين الى اخره بس عم تشوف انك تضلك خلف السائق هذا لفتره طويله راح نشوف انه السياره راح تصير فيها اوفر ستير واندر ستير وبالاخر راح تفقد السيطره عليها فتخيل هلا الافضل لوسيم انه شوي يبتعد عن غيث يحاول يحط لفه انظف من هيك واسرع من هيك نفس الوقت بعطي غيث راحته انه يسوي لفته بس هذا مش المطلوب من وسيم المطلوب انه يضغط غيث اضغط على غيث واطلع نطلع مع فيصل يافعي اللي برضه قريب برضه قريب من بيتسس بس يعني شوف الكل احنا حكيناها قبل هيك فواز هدول المتسابقين انت عم تحكي متسابقين تأهلوا الى النهائيات التي جي ار مينا اي سبورتس كاب انت عم تحكي كاليبر عالي جدا من السائقين فعارفين شو عم بيسووا مزبوط فاهمين انه التقارب من السيارات راح ادي الى خساره بالوقت الى اخره فاتوقع انه كل حد فاهم وعارف ايش عم بيصير معه طيب نرجع لوسيم نشوف واصف خروسي بكسر رقم غيث ابو طاعه
بيطلع المركز الثاني والفروقات بينه وبين وسيم ابو خليل يعني قليله جدا 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 100%. بصراحه هذا هو الصراع الابطال. وحاب اشوف فيصل يافا بدخل بالميكس. حاب اشوف اكثر من سابق عم بتسابق للمراكز الاولى، ولكن الاوبجكتيف هلا كمتسابق انا يعني ما بدي المركز الاول والثاني حاليا، بدي بس اتاهل لل ما اكون التالي. بالمراكز الاخيره يعني انا لسه هذا كنت احكي عنه هلا. بتخيل التوتر عالي جدا عند الشباب انهم بتطلعوا شو ترتيبهم وين عم بكون بالضبط، شو الوقت اللي عم بجيبوه، شو الوقت اللي عم بنحط على الحلبة. هلا بعد التاهيلات هاي راح تؤليمينيت ايضا 4 سائقين، وراح يضل معنا 7 سائقين للكواليفاينج سيشن النهائي. هلا من السبعه راح يكون في 2 أو 3 مش راح يقدروا يكونوا معنا، ولكن راح يكون عندنا التوب 4 درايفرز اللي هم راح تور بريزنت ديزرت فوكس ريسينج بال 24 اور كارتينج تشالنج اللي راح يصير في الامارات. فراح تكون صعبه يعني، بدك تتاهل اول شيء للكيو 3، بعدين بكيو 3 تريح نفسك تفكر تفرغ مخك وتدخل بالجد بالضبط. طب نشوف اون بورد مع وسيم ابو خليل برضه خلف غيث ابو طاعه وواصف خروصي بحسن. لا بس وسيم ابو خليل كانه بحسن وقته الشخصي لدقيقه و29 8 اجزاء من الثانيه فواز، فواضح انه وسيم في تحسن، بس الحلبه مو مساعد كثير انهم يعني يخطوا راحتهم زي ما انت حكيت. عز حلبه ضيقه، حلبه ضيقه وبعدين السياره فواز تيل هابي، يعني بدك تحاول ما تكون في جير انها تخلي السياره تدخل ببوست مره صح. واحده يعني عم اشوف هي عم بتطلع على المتسابقين عم بدخلوا لفات، يعني اللفه هاي وسيم دخلها على جير الخامس، تخيل هون راح يكون في داون شيفت او حتى بدون داون شيفت، فانت بدك تكون على غيار ثقيل نوعا ما بمصطلحنا لتقدر تكون اون ثروتل اكثر. مزبوط. تحاول تكسب من المومنتوم تبع السياره، يعني عم تشوف وسيم ابو خليل ما عم بنزل للرابع هون عم بضله خامس. فهاي شغله وبنزول برضه عم بتكون اغلب يا هي ما عم بنزل للرابع عم بستفيد السياره البوست تبعها بالبوتوم اند. تخيل يعني بحب الار بي امات الواطي، هي شفت حط لها السادس وايضا بحسن وقته للدقيقه 29 8 اجزاء من الثانيه. فعارف وسيم ابو خليل عارف شو عم يسوي من ناحيه غيارات، نشوف اذا غيث ابو طاعه بيسوي نفس الشيء ولا لا. يعني غيث هون بالمركز بالجير الثاني اوريدي، وسيم ابو خليل بالجير الرابع. بتخيل غيث هلا اللي عم بيحاول يعمل انه يحافظ على مركزه وعلى وقته. يس ما يعني ما عم نشوفه عم بضغط، ما عم نشوفه عم بيعمل اي شيء شوي فيه بريشر، بس عم بيحاول يحافظ على الوقت. اوف عم نشوف بيربل سيكتر 1 لغيث 13 من الثاني، عمل عكس اللي حكيته عمل عكس اللي حكيته تماما. بس عم نشوف هلا صراحه الهاي تيرن ضلوا على جير رابع تمام اموره، ما عم بيكونوا يعني بصراحه انا عم بحاول كنت اكسر ارقام الشباب هلا اكثر لا، بس هلا فهمت ليش الجماعه اسرع مني عم بيكون. أنا طلعت عم بسوق السيارة غلط. السيارة بتحب الـ RPM الواطي. غيث ما بنزل الجير الرابع، طلع الخامس، فلات أوت. هون بنزل الرابع، شفنا وسيم ما نزل للرابع هون. هلا يا غيث حنشوف، هل رح يقدر يكسر وقت وسيم ولا لا؟ بيطلع شوي اوف تراك، بخسر وقت. اوه هاي وسيم بيطلع عنه، لا بخسر وقت، خسر تقريبا نص ثانيه فواز بالغلطتين هذول. غلطة يعني الشاطر الألف. ايش هو؟ بس زي ما بيحكوا غلطة الشاطر 100% غلطة الشاطر الألف. الألف. شايف انت وسيم ابو خليل هون بلف بضله ثالث او رابع، ف صار فاهم على التراك، صار فاهم على السيارة، مفروض أصلاً يكون فاهم على السيارة من بعد مشاركته مبارح وقبل شوي بالراوند الأولى. وهلا التراك هاي ضيقة فيها نزول، عم ننتبه على غياراته كيف عم بتحكم فيها على الثروتل تبعته، فإنه يبدو إنه وسيم صار جد
عارف وحافظ الموضوع زي ما بيحكوا. عم بطلع على وصف خروسي فواز هلا كأنه عم بحط أسرع وقت أو أسرع زمن شخصي بالسكتر الأول. بدي أشوف إذا رح أقدر حصل وقت أسرع. لا ما بحصل في السكتر الثاني وقت أسرع. يعني خلينا نشوف لسه ضل متبقي 5 دقائق للكواليفاينج ولسه في فرص للتحسن بشكل كبير. هلا غير بتخيل رح حسن بس لازم يبتعد عن وسيم القليل بصراحه. يعني لازم اذا بده يحط وقت سريع جدا بده يكون لحاله او زي ما هلا عم يستفيد هو من ستيب ستريم. برضه ما بحسن زمنه الشخصي ف عم بيكون شوي تركي لغيف. فيصل يافعي دقيقه او 30 جزء من الثانيه. نشوف اذا رح حسن وقته هون. فيصل يافعي وننتبه باللفة الخامسة جاب دقيقة و37 مع مقارنة في باقي الدقيقة. لا بس بيكون عم بحاول يبتعد وايضا بحسن مركز الاول. فيصل يافعي بابو فيصل يافعي بخطف مركز الاول وكان القلب حاس انه عم بحسن وقته صح. فانا كنت مستغرب من الوقت بس يعني حلو انه حسن كنا معاه لما جاب الوقت. يس حسن بشكل جيد جدا فواز. وايضا فواز الدشتي بحسن زمنه الشخصي. فواز مش بداخل التوب 8 متسابقين الثمانيه. خلينا نشوف 4 أو 3 دقائق متبقيين للكواليفاينج. نرجع لصراع وسيم ابو خليل وغيث ابو طاعه او ننزل ابو غيث ابو طاعه لانه واصف الخروج صار ماخذ المركز الثالث منه. غيث ابو طاعه بينزل للمركز الرابع وهذا ببلش يشكل شويه خطر عليه فواز لانه الشباب اذا هلا ببلش تحسن وغيث ما حسن وقته بصير خطر عليه. صح خلينا نشوف غيث ابو طاعه صار فينش لاين. ما اتوقع هاي اللفه السريعه لانه اخطا باخر منعطف. مش 6 أجزاء من الثاني ابطا من الرقم السريع. تخيل غيث تحسن وقته. بيتسس من قبرص أسرع وقت له دقيقة و30 ثانية وجزئين. رامي عزام أو بيتسس بحسن رقمه الشخصي بطلع المركز الخامس. لا بضل المركز الخامس. رامي عزام لسه بده يحط رقم سريع. حازم زكي بالمركز السابع. أندري خوري فواز دشتي عبد الرحمن وهيبي ومشاري بالمركز الـ11. نرجع نطلع مع فيصل يافعي. هلا عم بحط بيربل سيكترز. لا بيربل مش بيربل سيكتر اول واحد. وسيم ابو خليل صراع الابطال. عبد الرحمن وهيبي بحسن زمنه الشخصي ولكن مش بالتوب 8. خلينا نرجع لغيث ابو طاعه ونشوف نشوف اذا غيث رح احط. عم نشوف كيف بحسن زمنه الشخصي. يعني بنزله بيتسس قريب منه. بيتسس قريب منه بس هلا غيث على لفه سريعه. خلينا نشوف اون بورد مع غيث. اللفه الاخيره كانت هي التركي سكشن له. بحاول ضيق اللفه هون تضلك قريب من الستارت فينش لاين. حسن بحسن. نعم برجع المركز الثالث غيث. على الليمت. رابع اوكي برضه بحسن زمنه الشخصي باول سكتر غيث. اوكي غيث برجع بطلع المركز الثالث. اوف بس بيطلع اوت اوف السيرف. واصف الخروسي. واصف الخروسي فاجأنا كلنا. المركز الأول واصف الخروسي إجا من يعني فاجأنا. واصف الخروسي والفرق على فكرة أجزاء بينه وبين فيصل. يعني أجزاء من الأجزاء 100%. رامي حزام أيضا بحسن رقم الشخصي بس طلع المركز السادس. فواز الدشتي بحسن رقم بطلع المركز الثامن. أوكي الشباب هلا بلش ضايل 30 ثانية تقريبا لانتهاء السباق. 30 ثانية للسباق أو الكواليفاينج سيشن عندنا. فيصل يافعي وواصف خروسي بالمركز الأول والثاني. أوف عم نشوف بيج سلايد من واصف خروسي.
بس اتوقع شبه ضمن النتيجه تبعته لكيو 3 فيصل يافعي، اتوقع انه حاب هو يكسر رقمه، بس خلاص هذا الوقت كافي. وسيم ابو خليل راح حسن وقته الشخصي ولا لا؟ ما بحسن. غيث ابو طاعه واضح انه خلاص الشباب حطت ارقامها، بنشوف عبد الرحمن الوهيبي اذا راح يقدر يحسن ولا لا. بس عبد الرحمن الوهيبي اتوقع مش راح يلحق الفينش، اتوقع انه مش راح يلحق الفينش. خلينا نطلع نقعد معه نشوف اذا بلحق، اذا بلحق ممتاز، اذا ما بلحق حظا اوفر. فواز الدشتي اتوقع الحسبة هاي هو ان المفروض اذا بتشيل 4 من 11 بصير عندنا 7، لا هو اوت. ففواز الدشتي عليه انه يحسن، بس عليه انه يقطع ستارت فينش. لا قولنا انتهى الوقت. طيب بصراحه اخر جزء من الكواليفاينج فواز مختلفه، صار في تقلب بالضبط. يعني شفنا واصف الخروسي، ما شفنا بالتوب 3 اول كواليفاينج، او شفناه بالتوب 3 بس ما كان من المركز الاول. غيث تراجع من المركز الثاني للمركز الرابع اذا بنقارنهم كواليفاينج بكواليفاينج سيشن. فيصل يافع كثير بحسن، بيطلع المركز الثاني، واتوقع انه بلش يشوف الريذم تبع السياره. واصف وسيم ابو خليل بشكل عام قياده جيده جدا من عنده. بيتسس ويل كواليفاي للسيشن اللي بعديها، فهذا إشي جيد جدا. رامي عزام ايضا وحازم زكي. اما لفواز عبد الرحمن الوهيبي مشاري واندري خوري للاسف الشديد مش راح يقدروا يكملوا معنا الكواليفاينج سيشن الثالث، بس بتخيل الكل مبسوط، شفناهم مبسوطين الشباب بين بعض. سباق مختلف للحلبة، يعني ما كانت عادية صراحة. يعني مش إشي متعودين عليه 100%. واحنا كديزرت فوكس ريسينج بالعادة ما بنستخدم براندز هاتس بشكل فريكوينت، فإضافتها على التشالنج هذا شوي غيرت المعايير نوعا ما. بينت كثير مهارات صراحة بهذا السباق بجولة أهلية. ففواز ضايل عندنا كواليفاينج سيشن واحدة أمامنا، ثلاث حلبات اللي هم لاغونا سيكا، نوربرغرينغ سبرنت، وأوتوبوليس الشورت كورس منها. ثلاث حلبات بتميزوا ب سيكترز تكنيكال، لفات سريعه اللي هون سكه فيها الكورس كرو. نوربرغرينغ عندها التيرن 1 الشهير هذا اللي بيصير فيه المصايب، فيه طلوع نزول، فكل الحلبات فيهم اشياء بيميزهم عن ونفس التاني. الطول تقريبا ونفس عدد اللفات تقريبا يس. فاحنا امامنا الروليت، طال ثلاث حلبات امامنا، فخلينا نبلش الروليت. 3-2-1 جو. انا بقول راح تطلع لاغونا فواز. معقول؟ لا مش حتطلع لاغونا، راح تطلع لا نوربرغرينغ سبرنت. طلع رياكشن الشباب اللي مبسوط اللي متضايق اللي شوف يعني انا شو حكيت لك. انت قلت لا الحلو في شكله في حدا مرتاح وناس مرتاح والناس مش مرتاحين، في حدا بلطم، في حدا عم بلطم. انا شايف غيث عم بلطم وواصف الخروسي عم كل الشباب تكركبت. طيب خلينا نجهز الامور للشباب، رح نطلع فاصل صغير ورح نرجع لكم. فواز يا فواز أيحز. كواليفاينج الأخير أنا أظن كمان متوتر زي الشباب، زي ما هم متوتر أنا متوتر صراحة. جدا في توتر عالي، أنا حاس عم حضرنا الجولة التدريبية تبعتهم الشباب. أنا متخيل إنه لأنه هاي الجولة الحاسمة، عرفت اللي حاطين كل جهدهم وتركيزهم، بتخيل فيه توتر جدا جدا عالي. وشفنا كيف يعني وقت الروليت
لما طلعنا اشياء شفنا رياكشن الشباب. ما اظنش حدا كان يعني مجهز حاله لنوربرينج سبرنت. هذا زي لما تدرس وتقول هذا الجزء بالماده هذا الجزء مش مهم، ما راح يجي تفتح ورقه الامتحان بتلاقيه اول سؤال. صراحه انا ما كنت متوقع يعني، يعني انا كنت بقول لك متامل تكون لاجونا سيكا بكل صراحه. انا جربت اسوق على التراك قبل ما نبلش احنا بالراوند ستاون الكواليفاينج لليوم، وجدا التراك برضو بدها تركيز، فيها تكنيكال شوي، وهينا هون هلا احنا رجعنا المانيا. المانيا انت بلشت بالمانيا خلصت رجعت الاردن وهيك رجعت على المانيا بالضبط. طيب نذكر المتسابقين، احنا معنا حلبة نوربرغرينج سبرنت مش الجي بي ولا النورش لايف ولا شيء، عندنا السبرنت اللي هي القصيره السريعه اللي مدتها بتاخذ مده اللفه بتاخذ تقريبا دقيقه او 29 دقيقه 30 بالرينج هذا. واذا بتطلع على باقي الحلبات فواز راح تشوف هذا الشيء ان كومنت بيناتهم، اللفات عم تكون ما بين الدقيقه و 30 الدقيقه و 40 متقارب، زي ما حكينا كمان عز انه طول الحلبات عم بكون جدا متقارب بعالم الثلاثة كيلومتر، عدد اللفات عم بكون 12 لفة، يعني موضوع خلص في 12 لفة في 3 كيلومتر، بس كيف تقسيمتها وكيف تشكلتها للتراك هون الموضوع هون ببين. زي بالراوند قبليها شفنا قديش كانت دقيقة التراك صح. هون عم نشوف في مساحة بس بدها تركيز خصوصا بالتيرنز الأولى الموجودين بعد ستارت. مزبوط. خلينا فواز نطلع هلا اون بورد مع طلعنا اون بورد مع غيث بالجولة القبلية، خلينا نطلع مع وسيم اون بورد نعرفكم على الحلبة. طبعا هي الحلبة الأقصر من نوربرغرينج جي بي، طولها 3 كيلو 300 تقريبا. ضل بالسكشن هذا بالنوربرغرينج سبرنت بضل اللفة الشهيرة التشيكين مع التيرن اللي ما قبل التشيكين. في ناس بحبوا يطلعوا على الكيرب، في ناس بحبوا ما يطلعوا على الكيرب، هذا كله up to them. بس هي بشكل عام الحلبة اللفات المعروفة موجودة ما عدا لفة الشهيرة اللي هي سنايس. كمعلومة الستريت اللي هلا عليه حاليا اسمه هيونداي. هيونداي هيونداي ستريت بالضبط، لأن هم اللي عاملين له سبونسر على تقريبا سنتين صار لهم، واحنا عم نقرب هلا كمان على سكشن سموها اي ام جي ارينا. اوكي بهاي الحلبة. ليش في اي ام جي ارينا قريب؟ هم كان هي كانت الناس يعني هو اسم ارينا طلع بس هو ما في ارينا. اوكي اعرف هم يعني كيف اللي هو هذا الشمال بنشوفه على الشمال شيء. اوكي اصلا ارينا كجراند ستاند اوكي وصلت. شوف وسيم ابو خليل عم بحط بيربت سيكتر، بعدين عندنا تنقطع الحلبه للسكشن هذه اللي بيصير فيها الهيربن عليها كامبر، نرجع لللفات الشمال واليمين السريعين اللي هي السكتر الاخير. بصراحه شوي تركي هاي الحلبات هاي المنعطفات فواز، لان انت بدك تكون على الثروتل قد ما بتقدر من دون ما السياره تتحرك يمين او شمال او تسوي اندر ستير او اوفر ستير، لانه مهم كثير المومنت تبعك يكمل للتشيكين الموجود هون بالضبط. فهون بدك تدير بالك انك ما تدخل بالكامل بجوه 100%. والتشيكين هذا معروف تقدر تقص منه كويس، تقدر تطلع اولموست بشكل كامل على الكور، بس بدك تكون حذر انك ما تطلع على العشب. وهي وسيم ابو خليل بالفعل بحط لنا لفه سريعه جدا، دقيقه 31 ثلاث اجزاء من الثانيه، لفه نوعا ما جيده وسريعه. خلينا نروح على غيث ابو طاعه في المركز الثاني، اسرع وقت له. اوه عم تشوف واصف الخروس بحط لفه جيده ايضا، دقيقة 31 سبع أجزاء من الثانية. المركز الرابع عندنا بيتسس، راح حسن وقته؟ لا ما بحسن وقته. رامي عزام، طبعا بنذكر المشاهدين انه من الكواليفاين هاي بس التوب فور ريسرز راح يتأهلوا معنا على دبي على 24 اور كارتينج تشالنج اللي راح يصير بشهر 12 تحديدا 9 و10 و12. طبعا احنا مش لايف على يوتيوب، ولكن احنا راح we're going to document كل ال خلينا نحكي البروسيس من اول من بدايه التاهيلات لنهايه السباق في دبي، وراح نطلع لكم اياه
زي سيريز او دوكيو سيريز قصير او فيديو طويل نوعا ما نفرجيكم الاكسبيرينس تبعتنا وشو راح يصير معنا بالامارات. بالضبط. وتذكر عز انه قبل شوي بالتريننج شفنا كان احسن وقت دقيقه 29 ثانية. هلا احنا عم نشوف احسن وقت دقيقه 31. عم تحس الشباب بدهم يجيبوا زمن وبدهم يحافظوا على مراكزهم بس بنفس الوقت عم بيحاولوا يكونوا حذرين جوا التراك برضه. يس. انا بتشوف وسيم ابو خليل بخلص لفته الرابعه راح حسن وقته. لا ما بحسن وقته. نرجع ننزل لغيث ابو طاعه بحسن. لا ما بحسن وقته. فيصل ياخي بالمركز الرابع ايضا عم بخلص لفته السريعه. خلينا نشوف شو الوقت اللي راح حصله. طبعا فيصل اليافعي والعديد من الشباب عندهم كارتينج اكسبيرينس ويتش از بيفيد كثير برحلتنا للامارات. فيصل اليافعي بحسن وقته الشخصي بقدر تقريبا بعشر. بيتساس ايضا بحسن وقته الشخصي. ورامي عزام بحسن وقته الشخصي. يعني الشباب بلشوا تحط ارقام اسرع. بتخيل لفتين ثلاثه وراح يكونوا الشباب جاهزين ليحطوا لفات اسرع من هيك. وزي ما حكينا توب 7 هم راح تأهلوا للنهائيات. وهاي هي جمالية السيم ريسينج فواز انه احنا راح نروح على تشالنج بالامارات. في شباب عندهم ريل لايف اكسبيرينس, في شباب ما عندهم ريل لايف اكسبيرينس. يعني مثلا غيث ما عنده كارتينج اكسبيرينس بشكل عام. وسيم اتوقع عنده. فيصل يافعي عنده. ففي عندك متسابقين ما عندهم كارتينج اكسبيرينس, في ناس عندهم كارتينج اكسبيرينس. هون بدنا نشوف كيف التيم بيلدينج ببين. يعني هون التيم بيلدينج ببين اذا الشباب بيعرف يشتغلوا مع بعض, بيعرف يتعلموا مع بعض, بيعرف ياخذوا المعلومات ويشيروها بين بعض ويقدروا يحسنوا حالهم. فهذه هي يعني جماليتها بال مش انه نفوز التشالنج. جماليتها انه تشوف الشباب عم تشتغل مع بعض. هذه احلى شيء. مرحله انتقاليه بتكون ممكن تكون انه حتى بعض من الشباب يشوف انه والله هذا شيء انا رايح عليه من زمان. يس. لازم انا ادخل هذا الموضوع, اشارك موضوع الكارتينج مش بس على الديجيتال. وحلو احنا كيف عم نشوف ناس زي ما انت حكيت عندهم خبره على ارض الواقع وعندهم خبره برضه هون بالديجيتال, وشباب ما عندهم خبرة. أنا متحمس أشوف كيف رح يكون أدائهم بجولة. مثال على هذا فواز, قلت أنا يمكن جبت سيارة هذيك اليوم إنه شاركت أنا في عدة سباقات إندورنس في إنجلترا. كان في, إحنا كنا تيم أربع شباب. كان في أشخاص عندهم كارتينج إكسبيرينس, في شخصين ما كان عندهم كارتينج إكسبيرينس. وبشكل عام مش سريعين, يعني الشباب مش أسرع الناس بالعالم, بس الكوميونيكيشن والسينرجي بيناتنا هو اللي خلانا نفوز السباق. السباق كان طول 6 ساعات. والكوميونيكيشن هو اللي خلانا نفوز. يعني الافرقه الثانيه لما خلصوا اجوا حكون انه يا جماعه انتم بتسوقوا من قبل, فانا ردي لهم انه انا بسوق بس غيري ما بسوق من قبل. فانصدموا انه شو كيف انه بس احنا عرفنا كيف نرتب السائقين. يعني انا سويت كواليفاينج لاب وانهيت السباق. فهي هيك ترتيب السائقين, مين يبلش مين يخلص مين يسوي الكواليفاينج. شوف بأي سباق أنا بتخيل إنه يعني أكيد هدف أي فريق يكون هو إنه يفوز, بس أنا بتخيل موضوع الكوميونيكيشن والتيم سبيريت روح الفريق, بحس إنه هاي تلعب دور كبير بأداء السائق أو أداء الفريق بشكل عام. وبصراحة فواز كنت لسه هديك اليوم هيك بحكي مع نديم, بحكي له يا ريت في يعني هدول الريسز يكونوا فريكوينت اكثر الاندورنس. هلا بالامارات بتصير هاي 24 اورز كل سنه, وبصير عندهم سباقات برضو اندورنس بس قصار. بس عم نحكي انه لازم نرجع لعالم الاندورنس ريسينج بالكارتينج بالعالم العربي بشكل قوي جدا. مزبوط. فلو بنقدر نبلش زي سيزن او سيريز معانا على ديزرت فوكس ريسينج, انه اوكي كل مثلا كل 3 اشهر في عندنا سباق 24 اورز او سباق اندورنس بشكل عام باحدى الدول, وبنبلش هذا الكواليفاينج زي ما عم نسوي هلا, وبنروح كل مره على بلد مختلفه. بصير عندك افريقيا وكل فريق بيجيب درايفر سعون والى اخره, وكلهم يكون الباك جراوند تبعهم سيم ريسينج. اكيد هون بتشوف انه اوكي هاي هي اول مرحله انتقاليه من سيم ريسينج لريل ريسينج. طيب كيف بعدين بنشتغل على هذا الشيء
موفينج فورورد، يعني من سيم ريسينج لمثلا راليينج، او سيم ريسينج ل او كارتينج عفوا لراليينج لسنجل سيتر لهيل كلايم لاوتو كروس الى اخره. فهي هاي نقطة البداية، من هون ممكن تطلع مليون شغلة معنا 100%. طيب احنا مرقوا 10 دقائق تقريبا فواز للكواليفاينج، عم تشوف وسيم ابو خليل مسيطر بشكل كامل على المركز الاول بفرق مش كبير كثير، غيث ابو طالب المركز الثاني يعني تقريبا، غيث ابو طالب بحسن زمنه الشخصي لدقيقه 31.6 اجزاء من الثانيه، واصف الخروسي ايضا بحط رقم سريع بحسن وقته الزمني الى 31.6 اجزاء، فيصل يافعي ايضا 31.7 اجزاء، يعني الشباب بيناتهم ولا شيء بالتوب 3. اوكي رح خليها اوكي. طبعا 3 دقائق او 3 دقائق تقريبا لانتهاء الكواليفاينج سيشن. رح نذكر انه رح ناخذ 7 متسابقين من الكواليفاينج هذا للاخير، عفوا 4 متسابقين مش 7. احنا هلا حاليا انا انا بحاول اخليك تكمل الجمله مشان اشوف ايش راح يصير. يا ريت تقدر ناخذ 7 بصراحه. صح بس حابين المرات الجايه بركي يكون عندنا 7 وان شاء الله اكثر. ان شاء الله بتخيل راح يكون عدد اكثر من 50 المره الجاي، لانها كانت تجربه جدا فريده وجدا مميزه. فرصه ما بتتعوض. يس فواز بصراحه. لحد الآن وسيم أبو خليل وغيث أبو طاعة وواصف الخروسي وفيصل اليافعي هم بتصدروا المقاعد اللي راح تأهلهم لبطولة الإمارات. هنشوف إذا الأرقام راح تتقلب أو راح يصير في أي تغييرات. بتخيل إنه يعني في فرصة لرامي عزام، في فرصة لبيتساس، يعني شفنا بآخر جولة بQ2 كان تحسن رقمه بشكل شاسع بآخر دقيقة من الكواليفاينج، فيمكن هو لسه عم بيلدينج أب، في ناس بتاخدهم شوية وقت قبل ما يعني يوصلوا البيك تبعهم، وفي ناس بدرسوها إنه خلص أوكي هين هاي اللفة هاي بعرف فوتها هيك، أوكي خليني أجرب اللفة اللي بعديها، بحسن شوي فجأة ولا هو طلع لك برقم مزبوط رقم جديد قوي جدا. فخلينا نشوف فتس، أنا ممكن نرجع له بعد دقيقة ونشوف شو وضعه أو دقيقة ونص. حازم زكي بحاول يحسن، برجع بطلع عالتراك، لف ما قبل هاي كان دقيقة 34 وقبليها دقيقة 32. وسيم أبو خليل عم بقطع ستارت فينيش لاين، ما بحسن زمنه. غيث أبو طاعة مع أنه وضعهم التنين بالسليم أيضا ما بحسن زمنه، بس خلينا نشوف. هيو عمل اوت لاب وهلا رد من جديد يضغط. خلينا نشوف غيث ابو طاعه بحسن وقته بالسكتر الاول او السكتر الثاني عفوا بتقريبا جزء من الثاني او اقل من جزء بشوي. اوف سايد ويز هون، هذه السكشن تركي كثير صراحه. آخر رمق هون شريكينج على بين 100 و150، وعم تشوف غيث أبو طاعة. طبعا لما نشوف غيث أبو طاعة بكون لازم عم بيكون بيعلك علكة، لأنه إذا ما بيعلك علكة بفقد سيطرته على شو اسمه التوتر، بختل التوازن عنده. أيوه سايد ويز بفكر حاله بيعمل دريفتينج، بس يلا حنشوف. لا ما بحسن زمنه الشخصي خلص، هو بقول لك اكتفيت انا، طلعت روحي وانا بسوي اللفه. بكفي يا جماعه خلاص خلينا ننهي. اتوقع هو حتى كان فاينل لاب مزبوط، يس مش هو اللي انهى.
وصف الخروسي اوكي بخلص بعطيها دريفتنج. حازم زكي بحسن زمنه باخر لحظه بس للاسف ما بقدر حسن. فتسس فتسس هلا بيجي يفاجئنا كلنا اكيد. فتسس بالفاينل كورنر شوي وايد. لا خلص اتوقع انتهت بس او مع بينالتي خلص انتهى الموضوع. حظا اوفر بيتسس رامي وحازم زكي يعني بصراحه ابداع من جميع المتسابقين. فواز صرنا تقريبا عارفين مين اللي راح تاهل معنا او صرنا عارفين مين تاهل معنا صرنا عارفين ومتاكدين متاكدين مين راح يجي معنا. هم وسيم ابو خليل، غيت ابو طاعه، واصف الخروسي، وفيصل اليافعي. هاي الريزلتس امامنا. مبروك للأبطال. مبروك. طبعا بتشوف الفروقات بيناتهم، اوكي الفرق بين وسيم وغيث اوكي 20 من الثاني، بعدين الفروقات كلها اقل من 10 فواز. فهذا بدل على الليفل اوف كومبيتيشن اللي احنا فيه. زي ما حكينا حظا اوفر لحازم زكي ورامي عزام وبيتسس. بتخيل راح نشوفهم بذلوا جهد جدا رائع انهم وصلوا لهي المرحله، وكل اللي شاركوا برضه يعطيهم العافيه. إن شاء الله السنة الجاية بتكون في مشاركة أفضل لهم، وبكون برضو في يمكن لنحكي سيستم مختلف اللي بيقدر بيمكن الكل أو عدد أكبر إنه يشارك بالبطولة تاعت الإمارات. هلا نقدر نحكي إنه الوقت للانتقال للمرحلة الثانية اللي الشباب ما رح يسابقوا، هم قاعدين في غرفهم أو في بيتهم أو في مكان محل ما هم عم بيشاركوا في هالجولة مع بعض. هلا رح يصير في عندنا كمان موضوع تآكل الإطارات، رح يصير في عندنا ضغط من متسابقين ما بيعرفوهم اصلا، فيعني رح يدخلوا على مرحلة جديدة ومختلفة كليا عن العالم الرقمي. فواز 100% كلامك سليم. هي عم تشوف الشباب على الشاشة عندنا، بعرفش اذا هم سامعيننا ولا لا. شو الشباب كيف كانت الكواليفاينج؟ والله بصراحة يعني الكرسي عندي هنا مليان مي. عم تحكي عن تقريبا ساعة، أكثر من ساعة. الشباب يعني لهم ساعة تقريبا على السم، غير قبل ساعة يعني في عندك ساعة بلس يوم كامل على السم الشباب. كل واحد على أعصابه يعني. لا ما شاء الله يعني أبدعتوا، كانت جولات جدا رائعة بالرغم من اختلاف الحلبات وطريقة القيادة، بس بصراحة أبدعته. يعني هيك حاب هيك أسأل سؤال جماعي، يعني أنا ما عمري عرفت مين عنده الكارتينج إكسبرينس مين ما عنده الكارتينج. بغيت بعرف أنت ما عندك كارتينج إكسبرينس أو عندك على عنده سبيل سبيد تيست. أنا يعني أي شيء تاني غير الكارتينج. أي شيء. واصف أنت عندك إكسبرينس كارتينج؟ عندي اكسبيرينس. حلو اكيد. تظبط الكاميرا واصف. تقدر تظبط الكاميرا. فيصل انا سمعت انت بتسوي اندورنس ريسينج برا او كارتينج ريسز برا. اي والله اي سامي. حلو. وسيم انت كنت ساكت طول الوقت، أعز حاسس حاشر كيفك سمعنا حاشر حكي جعبالك تحكي عشان انا بعرف انا وياك عن نفس الاكسبيرينس باليوكي. I was also part of the BUKC last year. حلو. بصراحة كانت يعني اكسبيرينس كتير حلوة، يعني بتتعرف على تراكس حلوة كتير و you do endurance racing. يس. مية بالمية. وبتعلمك كيف تتسابق as a team، وتعرف قد ايه الاستراتيجي لها اهميه كثير بالريسنج. انا بصراحه شخصيا انا اي بريفير اندورنس ريسنج، يعني بعد ما رحنا حضرنا دبليو اي سي فيو ويكس باك، بصراحه شفنا استنتجنا انه اول شيء اندورنس ريسنج كثير احلى من الناس بتفكر. بشكل عام اندورنس ريسنج هيك فيها استراتيجي ورك وفيها تيم ورك ما حد بتخيل. الهيستوري تبعه لحالها الرياضة كWEC كيف وصلت وإيش عم بيصير فيها برضو. كيف عم تدخل التكنولوجيا بالسيارة بالهايبريد البنزين، يعني هاي لحالها برضو. وأنا ما حكيت للشباب في مفاجأة. مفاجأة إنه أنا راح أكون بسابق معاكم كمان. باي ذا واي هلا
راح نجي مفاجأة. انت حركتها امبارح باللايف. اه جد؟ انا لقطك يعني. اوكي. انا تفاجأت. انت تفاجأت. اليوم كان حوران انك تفاجأت. اليوم قاعدين بالبارتي يعني انا والشباب. وبعدين مرة واحد سألوني شو غيث عز الجست درايفر. طب احكي لهم ايه؟ انا كيف عرفت؟ حلو اوكي مش مفاجأة. طيب جميل. يعني I guess we have a strong team يعني بتخيل. اه يس اكيد. We have a good team. طيب. احنا will start doing the preparations من هلا. We're gonna design our own racing suit. مع انه Autodrome gives you the suits من هناك, بس احنا we want to do our own livery مع our own t-shirts. يعني ندخل شوي بالاجواء. ف we'll be in touch with you يا جماعة. Thank you so much انكم شاركتوا بالكواليفايرز هدول. ويعني يلا let's do it, let's go. لا اكيد. وثانك يو لكم وثانك يو للتيم الكوميونتي لان جبتوا لنا على opportunity. بلشنا من سيم ريسينج والله ستيب باي ستيب. ستيب باي ستيب يعني لسه الطريق اول 100%. صح صحيح. طيب جايز ثانك يو فيري ماتش. ويل سي يو بالامارات وويل ستي ان تاتش. ثانك يو. باي باي. هذا هو الفريق يا فواز. لحظات عاطفية. لحظات عاطفية. حاسة الدمع بدها تنزل من عينك. برافو برافو. فعليا بتنبسط لما تشوف يعني لسه الوقت. احنا رح نكون مبسوطين اكثر بعد ما نخلص البطولة تبع دبي. حتى لو يعني الواحد مش انه مش متفائل ولا اشي, بالعكس. حتى لو ما كانت ضمن المراكز ما شفنا بوديوم من فريق ديزرت فوكس, بس كتجربة انا بتخيل رح يكون يعني جدا مميزة وشغلة ما بتخيل انه حدا جرب يعملها بالاسلوب اللي ديزرت فوكس عملته. بتعرف مين شارك فيه هذا الـ 24 hours من قبل؟ مين؟ حط اسم هيك اي اسم, ارمي اسم. محلي ولا دولي؟ دولي اكيد مش محلي. فرناندو الونسو. اوه. او كان وبنزل بكثرة يعني ممكن نصدفه بالامارات. طب بدي اعطيك طاقية بلكن. اوقعها. يس. طب اي شيء غير طواقي. سلامة خير. ما بدك اي شيء تاني. يسعدك. طيب جماعة شكرا لكم لمتابعتكم. طبعا راح يكون بالاخر بس نخلص راح يطلع فيديو حلو على اليوتيوب يعني دوكيومنتري كامل عن شو اللي حصل وشو راح يصير كمان بالامارات. فخليكم متابعين قنوات ديزرت فوكس ريسينج وراح يكون عليها باقي الكونتنت لكم تحضروه. فشكرا لكم ونشوفكم بشهر 12.